ده قعد، احنا قعدنا اكتر من سنتين ثلاثة نرمم العلاقة ديت، العلاقة بين الشعب وبين الدولة. مفيش احنا وانتو، احنا واحد كلنا، احنا واحد كلنا. يعني انتوا عارفين يعني نخسر اكتر من 450 مليار دولار في احداث 2011 11 و12 و13. انتوا عارفين معنى ايه ان احنا نواجه الارهاب ونتكلف اكتر من 120 مليار جنيه؟ هتقولي بس الدنيا غالية. هقول لك غالية بس كلنا نقدر نعيش، بس كلنا نقدر نعيش لو نستحمل، هنعيش وهنكبر وهنتجاوز المشكلة دي. يعني مش هناكل، احنا بناكل. مش هنشرب، احنا بنشرب. كل حاجة ماشية. طب غالية او بعضها مش متوفر، ايه يعني؟ احنا بنتكلم في دولة دلوقتي بقت 106 مليون بالمناسبة، 106 مليون مطلوب ان احنا تبقى متوفر لها كل شيء. بسجل احترامي وتقديري للمواطن الغلبان والبسيط قبل اي حد تاني في الظروف اللي احنا ماشيين فيها دي. انا بمشي بلف كتير بالعربية وبقابل ناس كتير، والله العظيم محد جه قال لي من الناس البسط دول غير حاجة واحدة، ربنا يعينك وربنا معانا. كل حاجة تهون وتفضل مصر، كل حاجة تهون وأمن وسلامة مصر. وعايز أقول لكم كل اللي مر ده واللي احنا بنعاني منه ده بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله، وهو يسمع ويرى، هينتهي إن شاء الله.